السلام عليكم، ما معكم إفلاح هشام كأي روكما. بديت المسار الفني من 1996. بديت المسيرة الفنية ديالي كمغني مؤلف كاتب كلمات ديال الغاب الار ان بي راي الفن كامل بصفة عامة. وبديت كارير ديالي هنايا كمغني في لا كولتور ديال الهيب هوب و ار ان بي وراي. وبديت المسيرة ديالي، المشوار ديالي كان في الدار البيضاء، انا ولد المدينة القديمة ميم قاف، وكانوا الناس اللي كانوا متبعينا في كازا كيعرفوني كاملين في المغرب بصفة عامة، وكانوا ناس صراحة في المستوى اللي كانوا معنا في هذا الدومين. وفكرت نغني الراب من صراحة في 1990، من اللي صراحة انسبيريت من لي زاميريكان، افلام ديال لي زاميريكان ولي فرونسي دي كليب وداكشي. كانت ديك الساعة البارابول، كان غير البارابول ما كانش الانترنت صافي ديك الساعة. دخلت للدومين، عجبني داك الدومين ودخلت ليه الصراحه، لقيت فيه راسي وبديت. بيان سور الصراحه مع كل احتراماتي لهاد لا نوفيل جينيراسيون كنتمنى لها التوفيق، ولكن انا كنت قبل منهم الصراحه، بديت قبل منهم. ما كانش حيت علاش حنايا ما درناش البوز، حيت ما كانش الانترنت صراحة الله، هي هادي ما كانش الانترنيت، ما كانوش هاد لي زابليكاسيون ديال السوشيال ميديا، ما كان لا يوتيوب، ما كان لا انستغرام، ما كان حتى شي حاجة، كان البارابول وداكشي. وهاد الناس هادو راه كنحييهم، لي لا نوفيل جينيراسيون صراحة مزيانين، غاديين مزيان. ها هو حيدو غير هذاك الكلام اللي ديال الكلام الخايب الخاسر، هو اللي خصهم يحيدوه بصراحة، حيت حنايا كنبقاو ديما كنبقاو دولة إسلامية ومحافظة. والصراحة الإعاقات بالنسبة لي أنا كأرتيست فنان قديم في الدومين، هذه المدرسة القديمة، يعني الصراحة راه كاين السنين اللي كدوز على الإنسان وداكشي كتخليه كيشوف بعض الخطرات أنه ما استمرش، واخا هو كيدير المجهودات ديالو باش يستمر، على حساب لاج وعلى حساب الأعوام اللي كيدوزو الإنسان، فهمتي، كيبانو ليه حوايج أخرين، سورتو إلا دخل في حياة سميتو بغا يحسن راسو، بغا يتزوج، الإنسان راه كيكبر. يعني انا حاليا انا دابا شحال عندي 43 زون، عندي 43 عام، وباقي عز عليا الدومين ارتستيك، حيت هذاك الدومين ارتستيك راه ما كيموتش، فهمتي، راه نو ليميت. شي الدومين الفني راه نو ليميت، راه دائما كيبقى الابداع ودائما كيبقى لا كرياسيون، داكشي على حساب لا سميتو المورال ديال الانسان. الفنان غير خصو، الفنان كيخصو المورال يكون عنده، ويكون عنده الجو الفني، ويكون المسائل اللي هي ديال الملزمات تاع الحياه يكونوا عنده متوفره، كيكون مرتاح في دماغه يلا يقدر يبدع وداكشي. وهادو هما الاعاقات اللي خلوني انايا، الاعاقات اللي خلوني ما نستمرش بزاف ونغيب شويه على الساحه الفنيه. السبب اخي الكريم هو انه ما لقيتش هنايا لي ميزون برودكسيون، ما لقيتش الشركات تاع الانتاج. دقيت شحال ديال البيبان، دقيت البيبان في بارتو في المغرب، ما لقيتش الشركات تاع الانتاج اللي ياخذوا بيدي ونزيد معاهم القدام، وما لقيتش صراحه، ما لقيتش. هذا هو المشكل اللي خلاني نسميت نغير الوجهه ديالي للامام. تبارك الله عليك، هذه نقطه مهمه بغيت نوضحها. الاستوديو مابقاش عندي لاسباب، حيت الوالد ديالي كان في واحد الحاله يرثى لها، كان مريض بزاف، واضطريت باش نحبس الانتاج للدراري الشباب، اضطريت باش نحبس بعت سميتو الماتوس ديالي ديال الاستوديو كامل، بعتو، بقات غير البلاصه ديالو، بقات غير البابي بان وداك الباركي اللي بقى، اما الماتيريال كله بعتو على سبب الوالد ديالي، وراه توفى حاليا الله يرحمه.
دابا شي عام دابا الله يرحمه ويرحم أمة محمد. هذا هو السبب اللي خلاني حيدت الاستوديو، حيت راك عارف الاستوديو في قلب الدار كيكون صعيب شويه، سورتو الا كان عندك الناس، عندك خوتك وخواتاتك، وانا بالاخص الوالد هو اللي السبب باش حيدت الاستوديو على حساب الوالد. كان ديما مريض وداك الشيء، ما بغيتش يكون واحد تشويش على الوالد. قديم وي باقي مستمر. انا خرجت البوم ديالي من الجيب ديالي، وخرجت واحد الالبوم مع واحد الشركه سميتها اف تي جي مع موريس. هو هذا سميتو ارغان ايور، ايور هو القمر، هو سميت العنوان ديال الالبوم ديالي. خرجته مع موريس الباز في 99، وكنت سجلت. كانوا جاو دوزيام داروا معايا حتى هما استجواب في هذيك الساعه في 2000. 2000 كان واحد الميسيون سميتها اونتراكت، كنظن الناس تاع كازا القدامى راه كيعرفوا هذه الميسيون. دزت فيها يعني، كان هذاك البروديكتور ولا الشركه اللي درت فيها الانتاج، اللي داروا لي الانتاج مع ديال الالبوم ديالي. صراحه تعاملوا معايا مزيان بالنسبه لك في المغرب، تعاملوا معايا مزيان، خلصوا لي في لي شونسون اللي كنسجل. ملي كتعجبهم الاغنيه كيعطيوني الاوكي، كيقولوا لي هذه عجبتنا غادي نسجلوها، وكنت كناخذ واحد الكاشي ديال 1000 درهم للاغنيه. كنت سينيت معاهم كونطرا بعدا هي الاولى، حتى شافوا لي كومبيتونس ديالي كارتيست ان فري ارتيست، وما سينيو معايا الكونطرا. عندي دي بوغ لانستون جوج ديال لي البوم وفي يوتيوب. بعد ملي جات الموجه الجديده وهداك الشيء، بقيت انا مكمل. انا ما حبستش، انا في الدومين ارتيستيك الصراحه ما حبستش، بقيت مكمل ولحت كليبات. عندي شي 20 اغنيه في يوتيوب. ادخلوا ديروا افلاح هشام، غادي تطلع لكم لاشين ديالي في يوتيوب، راه تشوفوا تمايا تكتشفوا الموهبه ديالي. عندي شي 20 ديسك، منهم دي كليب ومنهم دي سينجل. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في، وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزياره موقعنا www.masinktv.ma.